السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا دائما بخير وفي صحة جيدة. كما وعدتكم في الأمس، اليوم راح أقدم لكم فيديو حول كيفية إنشاء تعبير كتابي خاص بتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وهذا تحضيرا لشهادة التعليم الابتدائي. كما نشوفوا دائما، يعني إذا كنتم استخرجتم المواضيع الشهادة أو مواضيع الاختبارات يعني في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، يعني المواضيع اللي تكون في التعبير الكتابي، سواء تكون لا ديسكريبسيون دان انيمال يعني وصف حيوان، أو تكون حول لو كونت القصة، ولا تكون حول لا بريزونطاسيون داميتي تقديم مهنة، ولا تكون ان تكست بريسكريبتيف يعني نص يكون يعطينا نصائح أو تعليمات. احنا في السنوات الماضية يعني المواضيع اللي كانت في شهادة التعليم الابتدائي كان حول تقديم لا بريزونطاسيون داميتي، يعني هذه عندها واحد 3 سنوات أو 4 سنوات، وعندنا كذلك يعني السنة 2018 كان الموضوع حول لا ديسكريبسيون دان انيمال يعني وصف حيوان، والسنة الماضية 2019 كان موضوع الشهادة في التعبير الكتابي عفوا حول لو كونت القصة. يعني نشوفوا انه الموضوعين اللي عندهم بزاف ما كانوش في الشهادة هو لا بريزونطاسيون داميتي يعني تقديم هنا، وكذلك ان تكست بريسكريبتيف يعني كيفاش نقدموا نصائح وتعليمات حول موضوع معين. احنا راح نركزوا على هذا الموضوعين اللي هو لا بريزونطاسيون داميتي وكذلك ان تكست بريسكريبتيف. اليوم راح نقدم لكم يعني كيفيه انشاء تعبير كتابي حول لا بريزونطاسيون داميتي، وفي الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون حول ان تكست بريسكريبتيف كيفاش نقدم نصائح او تعليمات. دونك كيما تشوفوا هنا عندنا في لا برودكسيون ايكريت، نشوفوا واش هو المطلوب منا، واش يقدموا لنا يعني في لا بواطا اوتي، يعني في الجدول اللي راح يساعدنا واللي راح ندو منه كلمات اللي راح نوظفوهم في النص، ونشوفوا كيفيه انجاز تعبير كتابي من خلال الجدول فقط، يعني راح نستعين فقط بهذا الجدول. نشوفوا هنا المطلوب منا ايكري 4 او 5 فراز بور بريزونتي لو ميدسان اي سون ميتي، فوالا اكتب 4 أو 5 اسطر باش تقدم الطبيب والمهنه نتاعه. هنا باش نستعمل هاد لا برودكسيون ايكريت واش هو المطلوب مني، ايتيليز لا ثوازيام بيرسون دو سينغولي، يعني نستعمل لا ثوازيام بيرسون دو سينغولي اللي هي il او بيان ال. اذا كان الشخص اللي راح نقدمه هو مذكر يعني ماسكولا راح نعوضه بايل، يعني نستخدم il. اذا كان الشخص اللي راح نقدم المهنه نتاعه راهو فيمينا يعني نستعمل ال. تري بيان، المطلوب مني كذلك اني لي فيرب التوعي يكونوا كونجوغي او بريزون دي لانديكاتيف، يعني في الحاضر، وانتم راكم درستوا لا كونجوغيزون دي فيرب او بريزون دي لانديكاتيف. فواسي لا بواطا اوتي بور تيدي، فوالا هادي هي لا بواطا اوتي، عطينا دي نون اسماء دي فيرب راهم على انفينيتيف، حنا اللي مطلوب منا نديرهم نديرو لهم لا كونجوغيزون بريزون دي لانديكاتيف. وعندنا كذلك دي زادجيكتيف راهم في الماسكولا سينغولي يعني راهم في المذكر المفرد، حنا اذا كان عندنا يعني راح نربطوهم مع لو سوجي ولا الاسم، يعني حسب السوجي اذا كان مفرد مذكر او مؤنث مذكر مؤنث مفرد عفوا الى غيرها. دوك نشوفوا يعني خطوه بخطوه كيفاش ندير لا برودكسيون ايكريت تاعي. فوالا، دونك انا الشخص اللي راح نقدمه هو لو ميدسان، دونك جينيرالمون راح نبدا بالاسم نتاع المهنه اللي راح نقدمها. فوالا عندي لو ميدسان، كيما تشوفوا هنا هادو لو هادو راهم دي ديتيرمينون عفوا ديتيرمينون، هاد لي ديتيرمينون يعني حنا اللي راح نضيفوهم من عندنا. كيفاش نضيفوا لي ديتيرمينون؟ راح نعطيكم يعني فقط توضيح على هاد لي ديتيرمينون. كيما تشوفوا هنا عندنا لو لا الابوستروف لي، وعندنا ان اون دي. كما احنا عندنا في اللغه العربيه لما يكون عندي الاسم غير معرف يعني ما نستعملوش التعريف، مثلا عندي راح نكتب رجل، يعني نقول لك باغ اكزومبل مر رجل من هنا، يعني هنا رجل راهو غير معرف، ولما نحب يكون معرف يعني نستعمل التعريف، يعني نقول مر الرجل من هنا، يعني تكون عندي فكره حول هذا الرجل شكون هو. كما تشوفوا هنا اون ايدي نستعملوهم لما يكون الاسم غير معرف، لما يكون عندي اسم غير معرف نستعمل ان. نستعملها للمذكر المفرد ماسكولين سينغولي، اون نستعملها للمؤنث المفرد فيمينا سينغولي، دي نستعملها اذا كان الاسم مؤنث مذكر في الجمع، فوالا ماسكولين فيمينا او بلوريال.
لو هادي نستعملها لما يكون عندي الاسم معرف، يعني هادو راح نستعملهم لما يكون عندي الاسم معرف. لو نستعملها يعني على بلاس دو ان، انا عندي اسم مذكر مفرد غير معرف نستعمل له ان، اذا كان معرف نستعمل لو، اذا كان اسم مؤنث مفرد غير معرف نستعمل ان، اذا كان معرف نستعمل لا. الابوستروف وين نستعملها؟ الابوستروف نستعملها لما يكون الاسم فيمينا او ماسكولا، مذكر او مفرد، مذكر او مؤنث مفرد، ولكن يكون يبدا بفويل، il commence avec un voyelle ou comme pardon une voyelle c'est féminin il commence avec une voyelle. وكما تعرفوا نتوما لي فويل، كما تعرفوا نتوما لي فويل عندنا 6 من الالفابي، عندنا لي كونسون وعندنا لي فويل. لي فويل عندنا 6 6 ا او اي او U, Y. دونك هادوك هما لي فويل. لما يكون عندي اسم يبدا بواحد من هادوك لي فويل ويكون في المؤنث او المذكر مفرد، دونك لما نستعمل لا ديتيرمينون يكون معرف نستعمل الابوستروف. لما يكون عندي اسم مذكر او مؤنث في الجمع نستعمل لي، باغ اكزومبل لي غارسون ولا لي في، هنا راهم معرفين. لما يكونوا مش معرفين نستعمل دي، دي غارسون او دي في. تري بيان، نرجعوا للنص نتاعنا. فوالا دوك انا باش نرتب هادو لي مول اللي عطاهم لنا، لي نون لي فيرب اي لي ادجكتيف، كيفاش راح نرتبهم؟ سي بون، راه عندي فكره اني راح نستعمل لي ديتيرمينون. دونك لو ميدسان، الطبيب، راه بالنسبه ليا معرف، دوك نستعمل لو. علاش درت لو؟ باسكو هنا لو ميدسان، ميدسان راهو ماسكولين سينغولي، راهو مفرد مذكر. دونك لو ميدسان باش نقدم شخص ولا نقدم اميتي توجور لازم نستعمل اتر. لو ميدسان هو، عفوا فقط راح نضيف على الإضاءة. تري بيان، دونك لما يكون عندي نحب نعرف شخص دائما ما نستعمل اتر. لو ميدسان اي، لا كونجوغيزون راهي او بريزون دو لانديكاتيف، اتر جو سوي توي ايل ال اي. دونك هنا عندي لو ميدسان، لو ميدسان راهو ايل على تخوازيام بيغسون دو سينغولي. دونك هنا لا كونجوغيزون تاع لو فيرب تكون تانيك على تخوازيام بيغسون du singulier lié il. Donc le médecin est, le médecin est quoi? Est un homme actif et sérieux. كما تشوفوا هنايا homme رانا زدنا لها كذلك indéterminant، زدنا كذلك des adjectifs. Voilà راهم عندي في الطابلو actif et sérieux. Entre les adjectifs يعني بين les adjectifs بين الصفات راني ضفت et يعني و باش نربط بين les deux adjectifs. فوالا هاني درت جمله يعني بسيطه و يعني اخذت الكلمات كلها من الجدول. فوالا لو ميدسان اي تان اوم اكتيف اي سيريو، ضفت فقط لي ديتيرمينون و لو فيرب تاعي راهو كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف بوان. لما نكمل من الجمله تاعي توجور نختمها بنقطه بوان. باش نبدا جمله اخرى toujours je dois commencer avec majuscule. لازم دائما نبدا بالماجوسكيل. انا باش ما نبقاش ا شاك فوا نكرر لو ميدسان لو ميدسان، يعني باش نتفادى التكرار pour éviter la répétition، يعني راح نعوض لو ميدسان par le pronom personnel il، لا troisième personne du singulier. هو طلب مني هنا اني نستعمل لا troisième personne du singulier. دونك راح نعوض لو ميدسان par la troisième personne du singulier اللي هي il. لو ميدسان راهو ماسكولين دونك نعوضها ب il. دونك نستعمل لو ميدسان. واش يدير لو ميدسان؟ سواني يعني يعالج، يعالج من؟ لي مالاد. تري بيان، دونك لو فيرب تاعي هذا ندير له لا كونجوغيزون كذلك او بريزون دو لانديكاتيف، ونربطه ندير له كومبليمون اللي هو لي مالاد. كما تشوفوا هنا ايل، ايل نقصدوا بها لو ميدسان، عوضناه باغ ان برونون بيرسونيل يعني درناه على تخوازيام بيرسون دو سينغولي. سواني لو فيرب راهو كونجوغي او بريزون دو لانديكاتيف، راهو ان فيرب دو برومي جروب كيما تشوفوا درنا له تيرمينيزون او. لي مالاد، مالاد كذلك زدنا لهم ديتيرمينون، يعني قلت لكم اشاك فوا لازم نضيفوا لي ديتيرمينون. كيما تشوفوا هنا كان ماسكولين سينغولي مذكر مفرد استعملنا لو، اوم كذلك راهو ماسكولين سينغولي مذكر مفرد استعملنا ان. هنا عندي مالاد راهي في البلوريال، كيما تشوفوا الاس في الاخير راهي في البلوريال، دونك نستعملوا لي. تري بيان، ونختم الجملة تاعي كذلك ببوان. باش نعطي كذلك الجملة اللي راح تجي من بعد، نشوفوا كذلك يعني لاكسيون اللي تبقات لي، يعني الفيرب اللي تبقى عندي ترافايي. ترافايي هنا معاه نربطها، عندي هنايا اوبيتال وعندي كابيني، فوالا. دونك نعاود تاني إيل، لا فراس تاعي لازم توجور يكون فيها ان سوجي، كيما هنا إيل هو لو سوجي، إيل راهي تعوض لو ميدسان.
تري بيان. دونك باش ما نبقاش ا شاك فوا لو ميتسان لو ميتسان نعوضوه بايل اللي هو لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي. دونك ايل لو فيرب ترافايي تاني سي ان فيرب دو برومي غروب نديرو له تيرمينيزون او دونك درنا له لا كونجوغيزون او بريزون دو لانديكاتيف. ايل ترافاي او اين وين دونك دون في ايل ترافاي دون لوبيتال او دون ان كابيني. يعني يقدر يكون المهنه تاعي يكون يخدم او يعمل في المستشفى او في الكابيني تاعها. دونك il travaille dans un hôpital ou dans un cabinet. نقدر نستعمل يعني il travaille dans un hôpital ونختم الجمله تاعي بوان يعني نقدر ما نضيفش و dans un cabinet. واذا حبيت نضيفهم يعني نضيفهم مش مشكل. دونك كيما تشوفوا هنايا راه عندي سوجي عندي لو فيرب كونجوغي او بريزون دي لانديكاتيف يعني اضافات يعني قليله كيما dans اكسيتيرا. يعني هادو لازم دائما نضيفهم انا ونعرف وقتاش نضيفهم. كيما هنا راه عندي اليو مكان دونك باش نستعمل باش نضيف اليو هذا الشخص وين يخدم دونك اين باش نعطي له اليو دونك دون نستعمل دون في او دون زان كابيني. تري بيان بوان نختم الجمله تاعي توجور تاني جو دو كومونسي افيك ماجيسكول نبدا بالماجيسكول. تري بيان و توجور رانا مع ايل باش ما نبقاوش اشاك فوا لو ميتسان لو ميتسان. دونك ايل واش يستعمل لو ميتسان لو فيرب اتيليزي لو ميتسان واش يستعمل ايل اتيليز لو فيرب اتيليزي سي ان فيرب دو برومي غروب. درنا لها لا كونجوغيزون او بريزون دو لانديكاتيف. ايل اتيليز واش يستعمل لو ستيتوسكوب اللي هي سماعه الاذن. هذيك سماعه الاذن نسموها ستيتوسكوب. تقدروا نتوما ديروا ترمومتر تقدروا يعني على حسب واش يعطينا في الجدول. دونك ايل اتيليز لو ستيتوسكوب بوان. يعني لازم الجمل تاعي تكون جد بسيطه واذا كثرت فيها يعني راح نكثر من الاخطاء. من الاحسن تكون جمل جد بسيطه فيها لو سوجي الفاعل لو فيرب الفعل ويكون لو كومبليمون يعني المفعول به او صفه الى غيره. بوان نختم الجمله تاعي بوان نزيد يعني اذا حبيت ندير اضافات. ايلي جونتي افيك لي زونفون ايل توجور سي لو ميدسان اي استعملنا اتر يعني هو كيفاش داير كيفاش يكون جونتي يعني يعني يكون طيب مع من افيك لي زونفون مع الاطفال. يعني هذه فقط يعني قدمت لكم جمل بسيطه عن كيفيه استغلال الجدول اللي يعطيه لنا والاستفاده من الجدول اللي يقدموه لي يعني في شهاده التعليم الابتدائي. يعني هذا لا برودكسيون ايكريت او هذا الفيديو يعني تقدر تستغلها الامهات باش يعني تراجع الاولاد تاعها ويعني تعلموهم كيفيه انشاء وتعبير كتابي يعني فقط من خلال الجدول. هنا عندنا لو ميت نشوفوا لو كان زعما يعطيني ان اوتر طابلو اللي يكون يتحدث على ان اوتر ميتي. هنا عندنا لو ميدسان دونك هنا باغ اكزومبل راه عندي ان اوتر طابلو في الجدول السابق عطانا لو ميدسان. هنا عندنا ماتر المعلم تري بيان وغير لي في لي فيرب اتر يبقى هو هو لما نقدم شخص دائما ما نستعمل اتر تري بيان. هنا عطاني انسيني ترافايي اتيليزي ولي زادجيكتيف يعني كذلك بقاو هما تري بيان. وعندنا لي نون نشوفوا هنا كيفاش غيرنا. هاكو تشوفوا هادو لي مون اللي راهم بالغوج هما فقط اللي تغيروا عن البرودكسيون ايكريت الاولى. يعني ما غيرناش بزاف غيرنا فقط الشخص نتاع المهنه الجديده اللي هو لو ميتر. فوالا لو ميتر تاني راهو ميتر راهو تاني ماسكولين سينغولييه راهو مذكر مفرد. يعني استعملنا له لو استعملنا لو ديتيرمينون لو عفوا وتاني كذلك هاد لي مور اديناهم فقط من الجدول. فوالا لو ميتر اي تانوم اكتيف اي سيريو. يعني هاد العباره يعني دائما ما نستعملها يعني في بدايه لا برودكسيون ايكريت تاعي التعبير تاعي باش يكون التعبير تاعي ثري. وكل ما نستعمل دي زادجيكتيف صفات كل ما يكون التعبير الكتابي تاعي ثري وغني. فوالا لو ميتر اي تانوم اكتيف اي سيريو يعني نفس العباره فقط غيرنا لو ميتر. تري بيان ايل انساني حنا كان عندنا في لو ميدسان ايل سواني لو فيرب سواني يعالج. حنا عندنا لو ميدسان لو ميتر يعلم دونك ايل انساني لي زيلاف هو يعلم التلاميذ. تري بيان غيرنا فقط هاد العباره. ايل ترافاي دون اون ايكول حنا كان عندنا لو ميدسان ايل ترافاي دون ان اوبيتال. حنا عندنا لو ميتر ايل ترافاي دون اون ايكول دونك غيرنا فقط في هاد لو مو بوان. Il utilise le tableau et le stylo. Le médecin كان يستعمل le stéthoscope ولكن المعلم يستعمل le tableau et le stylo. Point. Il est gentil et aimable. يعني نفس العبارة فقط
ضفنا فقط ادجكتيف ونحينا لي زونف. كما تشوفوا يعني هناك تغيير طفيف جدا. يعني نتخيل لو كان هنا عندي لو ماتر ما عطانيش لو ماتر في الجدول وعطاني لا ميتريس. لا ميتريس هنا سي تان نو فيمينا سينغولي. دونك هنا كما تشوفوا لو ماتر هنا استعملنا لا باسكو هنا لا استعملت لو استعملت لو ديتيرمينون لو باسكو راه عندي ان نو ماسكولين سينغولي مذكر مفرد وهنا عندي فيمينا سينغولي راه عندي مؤنث مفرد دونك نستعملها ديتيرمينون لا ا دونك لا ميتريس اي ما نقدرش نقول ان نوم ايت اون فام لا ميتريس ايت اون فام لانها هي امراه ولو ماتر انا راهو رجل دونك نغير فقط في هذه الكلمه لي زادجكتيف كذلك يتغيروا راح نربطهم مع الاسم اللي هو اون فام دونك هنا عندي اكتيف اكتيف عفوا تصبح اكتيف وحنا نعرفوا بلي لي زادجكتيف كي تيرمين افيك اف دائما في المؤنث يصبحوا يعني في او كيما عندنا باغ اكزومبل سبورتيف سبورتيف اكتيف اكتيف اي سيريو تصبح سيريوز كذلك نعرفوا انه لي زادجكتيف كي تيرمين افيك ار او بيان او او اكس او بيان او ار يعني يصبحوا لا تيرمينيزون تاعهم اوز يعني كيما عندنا باغ اكزومبل كيوريو كيوريوز مونتور مونتوز دونك سيريو تصبح سيريوز فوالا دونك لا ميتريس ايت اون فام اكتيف اي سيريوز يعني شوفوا التغييرات الطفيفه اللي قمنا بها لما نعوض هنايا لا ميتريس ما راحش نعوضها بايل باسكو هنا كان عندي لو ماتر راهو ماسكولا مذكر عوضتها بايل لا ميتريس راهي فيمينا دونك نعوضها بال ال انسيني لي زيلاف لا كونجيغيزون تبقى هي هي باسكو توجور عندنا ايل اي ال عندهم لا ميم كونجيغيزون دونك ال سواني لي زيلاف بوان ال ترافاي دونز اون ايكول ال يوتيليز لو تابلو اي لو ستيلو ال اي جونتي هنا جونتي تاني راهو ماسكولا لادجيكتيف دونك اصبح فيمينا اي ايمابل ايمابل ما غيرناش فيها علاش باسكو حنا عندنا ان ادجيكتيف كي سي تيرمين افيك او في الماسكولا توجور في الفيمينا يصبح كيما هو ما نقدرش كيما راهو نضيف له او دونك الادجيكتيف كيكون يخلص او في الفيمينا كذلك يبقى هو هو جونتي ضفنا لها ال او دونك جونتي اي ايمابل شوفوا هنا فقط التغييرات الطفيفه اللي قمنا بها وكذلك لما يكون عندي هنايا نقدم شخص يكون في المؤنث واش راح ندير تغييرات طفيفه يعني هذه هي الطريقه السهله اللي ننشئ بها تعبير كتابي تاعي اثناء الشهاده في القريب العاجل راح نقدم لكم كذلك يعني فيديوهات كذلك حول كيفيه انشاء تعبير كتابي يعني اشاك فوا راح نقدم لكم شيء جديد حتى تقدروا يعني تعلموا الاطفال تاعكم والاولاد تاعكم كيفاش يحضروا انفسهم في كيفيه انشاء تعبير كتابي نتمنى انه الفيديو افادكم ولو بالقليل نتمنى للكل النجاح والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.